السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم في حلقة جديدة من قناة حسين ونورة. النهاردة هنشوف زراعة البطيخ بطريقة سهلة. البطيخ اللي عندي ده بقاله 50 يوم، دلوقتي هو في حالة التزهير. طبعا لازم يتحطيله السوبر فوسفات في مرحلة التسميد. اللي عندي ده انا مش هسيبه كده، هنقله في ارض كبيرة عشان هو ما ينفعش هنا، بس ان شاء الله بعد 3 ايام هنقله في ارض كبيرة. هو دلوقتي هو عندي الطول بتاعه زي ما حضراتكم شايفين. طبعا في بعض الازهار منهم ظهرت، بعض الاشجار ظهرت دلوقتي اشوفها، وزي ما انتم شايفين الزهرة الصفراء اللي تحت دي اتمنى تكون شايفينها اهي، ودي هي زهرة لسه ما ظهرتش. في بعض منهم ظهروا وبعض لسه هيظهروا. طبعا لما انقلهم في ارض كبيرة هعمل لكم حلقة. وكده بتكون انتهت حلقتنا النهاردة، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، تكتبوا رأيكم في الكومنتات. رب الفيديو يعجبكم.